على مستوى الحكومة فيه يعني أفاق وفيه تدابير اللي خديناها وخديناها على مستوى الحكومة هذه سنين خاصة فيما يخص التمويل، وخدينا يعني مرسوم تنفيذي تاع التعاونيات اللي راح يسهل التنظيم على كل المستويات وخاصة في على مستوى الريف. كي نهضروا على الريف ما نقدروش نهضروا على الريف بل نهضروا على المرأة الريفية وكل النشاط اللي راه يديرها المرأة الريفية اليوم هي اللي راه يدعم في القطاع الفلاحي وخاصة في بعض الميادين، خاصة ما يخص على لي برودوي دو تيروار، على لي سافوار فير، على التموين، على لا فورماسيون اكسترا. دونك اليوم انا شفت بعض البوادر اليوم والحمد لله فيه بعض التعاونيات اللي تخلقوا، هذه سي لا تروازيام كوبيراتيف اللي شفتها، التعاونيه الثالثه اللي تخلقت في ثلاث ميادين الحمد لله، حاجه مليحه تبشر خير. فيه تنسيق مع كل القطاعات كل في اختصاصه، شفنا رصدنا انه من بين انشغالات المراه هي التسويق، من بين انشغالاتها هي كيفاش نروجوا في هذا البرنامج القطاعي، كل قطاع عنده المجال اللي راح يختص فيه من اجل دعمها، البوادر موجوده، يعني المرسوم تاع التعاونيات الفلاحيه كنا دعمناه كثير لانه الكثير من النساء الريفيات يعني تبدع في نشاط كل في اختصاصه، وعلى هذا الاساس التعاونيه راح تجمع هذه النسوه في النشاط نفسه او في نشاطات مختلفه، اذا ما علينا الا انه ندعم هذا المسعى، نعرف بالابداعات نتاعها وطنيا ولما لا دوليا ونكتسحوا الاسواق العالمية، لأنه فعلا الـ يعني المنتوجات اللي تنتجها المرأة الريفية عندها معايير دولية.